ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الاسد ليوم الاثنين 6 يوليو حزيران 2022. ممكن يبقى بيصير اليوم ده شويه مواقف تعتبر بغيضه لحد ما هتخليك في حيره جدا من امرك النهارده من خلالها، ومع ده لازم هتحتاج انك تحافظ على وضوح الفكرة اللي بتبقى عندك من خلال انك تاخد تدابير وعائية اكتر في الفترة دي. ممكن تبقى من خلالها سعيد اكتر، واثق اكتر من نفسك، من خلال انك بتشرك نفسك في انشطة كتيرة تعتبر ترفيهية في الفترة دي، فخليك مستعد للترفيه ولانك تعيش حياتك بشكل اكتر من اللي انت معتاد عليه. بالنسبة لك مهنيا النهاردة ممكن تواجه شوية مواقف تعتبر مخيبة للأمال يا أسد في مكان شغلك بالأخص. هتكون النهاردة غير راضي كتير عن نفسك وعن أدائك في الشغل. ممكن تخليك المواقف دي في اليوم ده تفكر انك اصلا حابب انك تغير وظيفتك من الفترة دي. بالنسبة لك عاطفيا في فرصة علشان تدخل في نزاعات كتيرة مع شريك حياتك. ممكن يكون حول الموضوع ده في قضية عائلية كبيرة هتكون بتمسك بشكل كبير. بالنسبة لك ماليا ممكن تشوف نفقات كتيرة إضافية لليوم ده بشكل كبير. هتكون في أيضا فرصة علشان تهدر من خلاله مال أكتر، فخليك حذر أكتر يا أسد على نفقاتك في اليوم ده. بالنسبة لك صحيا هيكون من الممكن انه يحصل لك شوية الام في كتفك في كحليك النهاردة. هيكون من الحكمة انك تعتني بنفسك اكتر بصحتك اكتر من خلال ممارستك للرياضة اكتر في الفترة دي.